السلام عليكم الخوان ان شاء الله راكم كاع بخير يعطيكم صحه اللي راكم تبعوا دي راح نتكلم اليوم على وفاق سطيف وفاق سطيف نادي الجزائري اللي يجيب الافراح والله كان الفريق الوطني نفرحوا مع هذه باينه من الانديه الجزائريه كي يلعبوا في افريقيا ويحقوا نتائج يا خويا حنا نحبوا هذاك الشيء حنا نحبوا الانديه الجزائريه ينجحوا وكي ينجحوا يا خويا نتبعوهم راح نهضر لكم على المقابله هذه تاع ترجي تونسي امام سطيف ستيف اللي بداو المنافسه يعني بصعوبة كبيرة بصعوبة كبيرة نقولوا الصح وبعد بعد دور المجموعات وراهم دوك في الدومي فينال ما شاء الله عليهم وفاق ستيف نتيجة رائعة الاندية الجزائرية يقولك فابل وكذا بالصح هنا يا سطيف شرفونا يا قوي. فرحونا ماتش, ماتش وين كان صعيب جدا على سطيف نقولوا الصح ترجي تونسي عطاه كاع واش كاين في الهجوم مي ما قدروش يسجلوا اهداف مباراه بطوليه تاع خضيريه خطه دفاعيه قعدوا في الدفاع متكتلين سطيف المهم راح نهضروا على هذه المقابله هذه سطيف لعبوا بربعة 4 4 جابو وبنعياد في الهجوم كما راكم تشوفوا لعبوا بربع مدافعين قراوي وبوطيش في ميليو تيران لعب قندوسي على الجهه اليسرى قندوسي اسمحولي اذا ما قلتش مليح الاسم تاعو قندوسي هذا اللي لعب على الجهه اليسرى انا ليا قندوسي سته ميليو تيرا يلعبوا على الجهه اليسرى باش يبلوكي الاروقه وراح نفهمكم علاش لعب هكذا هو لعب جحنيط على الجهه اليمنى كجناح بصح انا ليا ليكيب تاع سطيف علاش لعب هكذا لعب بالسيستيم هذا خاطر شي يقدر يبدلو يقدر يتبدل هذا السيستيم هذا ويقدر يتحول الى 4 3 3 في وضعيه هجوميه ولا الى 4 3 1 2 علاش انا ليا جحنيت ستاجوال اللي يطلع بزاف في الهجوم رقم 6 هذا قندوسي مستميلو تيرا مبدع يقدر يدير لعب ولا استميلو تيرا اللي يلعب بزاف في اللاكس في المحور اكثر من على الاروقه فهمت انا نظن استراتيجيه تاع مدرب تاع وفاق ستيف هي الدفاع في وضعيه تاع الهجوم لو كان يطلع جهنيت من الجهه اليمنى يقدر يعاود يولي ميليو تيران بثلاثه اللي عندهم كاع القدره يعني ولا النزعه الدفاعيه باش يقدروا يكوفريو انا هذه هي اللي شفتها في كانوا قادرين يعني يتحولوا للهجوم ولا يرميوا الثقل تاعهم في الهجوم في بعض اللقطات بس ما هاجموش تقريبا ويقدروا من بعد يحولوا الميليو تيران الى ميليو تيران عنده هذيك القدرات الدفاعيه واش نقدروا تاني نهضروا على هاد السيستم تاع سطيف آه، لعب جابو جابو اللي مراوش مهاجم صريح ولا جابو ستان جو اللي يقدر يلعب على الليزال على الاروقه ولا يقدر يلعب كصانع العاب آه ونظن هذا السيستم هذا اللي كان قادر آه يلعب به المدرب ويقدر يدير به آه تبادل المراكز وتبادل المراكز هذاك هو اللي جاب يعني الوضعيات الخطيره تاع سطيف آه ضد الـ الـ الدفاع تاع الترجي وراح نهضروا على هذه الامور هكذا آه واش قدرنا نشوفوا كانوا بزاف تحركات تاع المهاجمين وهذه المنظومه هذه ما كانتش 4 4 2 فيكس كانت تتبدل في بعض الاحيان ومن بعد تعاودت تحولت الى 4 5 1 كلاسيكي تما دفاع كومبلي ستيف لعبوا بهذه الكيفيه هذه وجابو كان قادر يديكروشي ويخلي لي دو زاتاكون وبنعياد ياخذوا المساحات كان يديكروشي شويه جابو وراح نشوفوها اوكي هنا فهمنا هذه المنظومه هذه الترجي التونسي لعب ب ثلاثة ثلاثة خطه هجوميه حبوا يماركيو داروا زيرو 0 في الجزائر كانوا قالك خلاص راح نربحوه في رادس مي كره القدم غداره كما يقولوا وما تقدرش تعرف واش يصرا في الميدان نهضرو على اللقطات ما كانوش عندهم بزاف لقطات ستيف كما قلت لكم هنايا باريكزومبل هاد اللقطه هذه واحده من اخطر اللقطات جابو ديكروشا عاود ولا تما خرج من المراقبه خرج متاخر نوعا ما وقدر يمد كره لبن عياد اللي خدا المساحه بين المدافعين تاع المحور طوغاي وبدران اللي كانوا يعني محور دفاعي اللي دار غلطات كثيره في هذه المقابله اه وتشوفوا هذه اول لقطه وين فيها خدا المساحه يعني كان سريع على طوغاي غلبوا في السرعه هذا بن عياد دار توزيعه رائعه ومن بعد قندوسي هو اللي ضيع الراسيه هنا كانت يعني فرصة محققة للتسجيل وسطيف راطاوها مي راكم تشوفوا تبادل المراكز شتو جابوك عاود ولا وشوفوا كيفاش جحنيت خدا المساحة على الرواق وبنعياد عياد ثاني كيفاش توغل بين المدافعين وقدروا يلقاو يعني العمق وسيرتو لا كاليتي جابو اللي عنده تمريرات رائعة اللقطة الثانية هي اللي جابت الهدف غلطة من بدران في المراقبة على الكرة هذه هي اللي قلت لكم عليها المدافعين تاعنا على تاع الجزائر اللي راهم يلعبوا الفريق الوطني ما يعرفوش يخرجوا بالكره سوء المراقبه تاع الكره الضغط تاع بن عياد من بعد يجلب لعنده زوج لاعبين وشوفوا الثغره في المحور مانيش فاهم طوقاي علاش راه بعيد هكذا كاع هنا تاع ترجيت اخر نوعا ما كان نورمالمون يهبط شويه كي يشوف لاكس تاعو هكذاك مفتوح نورمالمون يتمركز شويه لتحت هنا غلطه تانيت من ال... من المنظومه الدفاعيه تاع الترجي بالك كانوا حاقرين شويه سطيف قالك بلي ما راحش يعطاك هنا مي الغلطه تقدر تصرى كيما راكم تشوفوا الثغره في المحور وشكون اللي خدا المساحه جابوا لاعب اللي عنده خبره وعنده السرعه تاني مازال عنده السرعه راه في عمره 35 ولا 36 سنه مي مازال يا خويا مازال عنده وسجل هدف حاسم وخد المساحه بالسرعه هذيك راوغ الحارس وسجل الهدف هدف رائع أه خارج الديار وعنده أهمية كبيرة خاطر شنو كان قاعدوا هكذا مام ماتش نيل مام يقاليزي وترجي الصيف هي اللي تكون متأهلة دونك هنا الترجي كان ضغط عليهم كبير والمباراة هنا تبدلت الصيف عودوا ولاو للدفاع والترجي ركزوا على التوزيعات وعلى الجهة اليسرى تاعهم على شتي عندهم لاعب جزائري ثاني الدفاع تاعهم متكون عندهم أربع مدافعين والدفاع تاعهم تكون بتلت مدافعين جزائريين كما راكم تشوفوا شتي طوغاي وبدران وشتي ركزوا بزاف عليه وتشوفوا بلي التنشيط تاع الفريق ترجي تونسي يعني مركز كثير يميلوا كتير من الجهه اليسرى سورتو اللاعب الافريقي اللي يلعب على الجهه اليمنى يوالا ما دارش مباراه جميله تشوفوا بلي التمركز تاعو والعطاء تاعو على الجهه اليمنى كان ضعيف مقارنه باللاعب اللي يلعب على الجهه اليسرى حمدو الهوني اللي كان عنده نشاط كبير على الجهه اليسرى كان عندهم ثاني بن رمضان اللي كان يميل على الجهه اليسرى بليس شتي تما كانوا فريمون يلعبوا على الجهه اليسرى والدليل ان شوفوا التمركز تاع شتي في كاع المقابله الكولوار تاعو الكولوار غوش تاعو كان اكثر في الهجوم وكي تقارنوا مع الظهير الايمن تاع ترجي شوفوا باللي ما كانش عنده يعني عطاء كثير وما كانوش يلعبوا بزاف عليه هاي كيفاش يعني الترجي التونسي سيطر على المباراه من الجهه اليسرى وكانوا يعتمدوا على توزيعات تاع شتي باش يخلقوا يعني فرص لكن كانت بدون نتيجه وخداي رياض دار يعني مقابله رائعه حبس عده فرص تاع تاع الفريق الترجي يعني ترحموا على 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 خضيريا اللي سلك يعني سطيف دار يعني غلطات ما مانيش نقول بلي حارس خارق من العاده ولا بصح يعني سلك الفريق من من هزيمه ثقيله جدا دار خرجه يعني في الهواء كانت غير موفقه، ترجي قريب سجل علينا في هذيك اللقطه لكن بحسن حظنا ما كانش يعني مركزه هذيك الراسيه، وخديرية دار مباراه بطوليه نقولوا الصح، وكاع اللاعبين دافعوا بكاع واش كاين بالاسلحه تاعهم، الخروج بالكره كان صعيب جدا للفريق تاع وفاق هنا هنايا بار اكزومبل كانوا قادرين يخرجوا بالكره وينطلقوا فيها هجمه معاكسه، لكن ترجي كان في الهجوم كان متمركز كان عنده العزيمه ضيعوا فرص القائم أه ثاني كان معنا أه بحسن حظنا واش تقدر تقول يعني مباراة تاع كوب دافريك هذه لازم تربحها أه باش تتأهل أه وداروا اللي يعني اللي عليهم يعطيهم الصحة شرفونا برافو ستيف برافو 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 وراح نتبعوكم حتى لآخر مباراة المقابلة اللي راي جاية مع الأهلي راح تكون صعيبة على ستيف كي شفت هكذا يعني المباراة هذه مع الترجي نقولوا صح ترجي راه عدة فرص واهلي شفت كيفاش يلعبوا طريقه اللعب تاعهم يعرفوا يخرجوا بالكره يعرفوا يبنوا الهجمات المهم راح تكون صعيبه وهدية هذه هي الكره القدم الافريقيه باش تلعب يعني مباريات دوليه هكذا سي نيفو نيفو طالع نيفو طالع وان شاء الله سطيف يكونوا في المستوى احنا نتمنى لهم كل خير ان شاء الله وان شاء الله يديروا مباراه جميله يعطيكم الصحه اللي تبعتوا الفيديو نقول لكم بقاو على خير صحيتو وبرافو وفاق سطيف برافو